النوز بروج ده الجزء العظمي، اما كل ما هو تحت ده كارتليج. الجزء العظمي اهو الانف، النوز يبدا من الخط الواصل ما بين ده وده، الخط الواصل ما بين ده وده هو ده النوز. ما قبل فوق اوعى تحقني نوز، لانه اصلا مش عدو النوز، عدو النوز يبدا من هنا. لما بتكون العظمه دي بارزه احيانا بنضطر نحقن شويه فيلر هنا وشويه فيلر هنا، ولما بتكون عاوزين نوقف دي لفوق الارنبه بنضطر ندخل نحقن شويه فيلر هنا. البوتوكس دكتور بنعملها؟ لا البوتوكس العضله ها، لا البوتوكس احيانا بيتحقن هنا متقدم للناس اللي عندهم فتحه الخشم واسعه، ما بيرفع البوتوكس. لا مش هيرفع، مش هيرفع اوكي. فازاي نحقن الحبه دول وازاي نحقن الحبه دول؟ احيانا بندخل فيهم نحقن مباشره، واحيانا بنيجي في المقدمه نفتح ونحقن بكانولا. انا هعمل بالكانولا، اتفضلي يا مايس هاتي لي الكانولا. ليش مو بالنيدل؟ طب وبالكانولا؟ عشان لو فكر حد فيهم يعمل بالكانولا يا ستي.